أول سؤال النهارده من الأستاذة نجاة. أستاذة نجاة، أستاذة نجاة. أيوة، السلام عليكم حضرة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. كنت والله عايزة أسأل حاجة بخصوص الزكاة. اتفضلي. أنا أم لثلاث أولاد، باباهم ميت بقاله سنة ونص. طيب، ربنا يرحمه ويجعله في فسيح الجنات إن شاء الله ويوسع عليكم. فكنت عايزة أعرف الزكاة قد إيه على الفرد، زكاة الفطر. زكاة الفطر على الفرد 30 جنيه. طب انا لو يعني لو دفعت لزوجي معاهم، يعني انا واحده وولادي ثلاثه بقوا اربعه، ادفع لجوزي بنيه ايه؟ لا، جوزك هتدفعي له صدقه، ما هو معلوش زكاه، لان الزكاه بتكون على الاحياء. لو حد اتولد قبل المغرب نهار رمضان يبقى ساعات عليه زكاه. ما لا، الزكاه بتكون على الاحياء مش على المنتقلين. انت تصدقي عنه ان شاء الله وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاج نجاة. طب ويا سياده الشيخ، الوقت في ليهم ورث، يعني فلوس طلعت لهم من باباهم، لكل واحد مثلا 100,000. طيب، هل دوت هيبقى عليه زكاه مال؟ هيبقى لما يبلغ النصاب هيبقى عليه زكاه مال. يبقى كل واحد ذمه مستقله يساوي اللي عنده ده فوق 85 جرام ذهب فما فوق. يعني الفلوس كلها دلوقتي تبع يعني محطوطه باسمائهم تبع المحكمه الشرعيه بتاعت الاسره. حاضر. طيب، يبقى كل حساب كل واحد بيساوي خمس فوق 85 جرام ذهب. مش يعني كل مش كلهم على بعض، مش هجمعهم كلهم على بعض. لا لا، كل واحد لوحده، كل واحد لوحده عشان يطلع الزكاه على كل واحد لوحده. ايوه، يلا بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يوسع عليكم ويبارك لكم ان شاء الله. الف شكر يا الله يبارك في حضرتك.